وإلى موضوع آخر، أكدت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة ومديرة المكتب الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سيما باحوس اليوم أن دولة الكويت كانت الأكثر سخاء في الدول المانحة، ولعبت دورا قياديا في التنسيق والمساهمة في الاستجابة الدولية للأزمة الإنسانية السورية في السنوات الأخيرة، حيث استضافت مؤتمرين دوليين رئيسين لجمع التبرعات وأوفت بتعهداتها. وقالت سيما باحوس أن الكويت كانت الدولة الأكثر سخاء في الجهات المانحة حتى الآن في المساعدة على التعامل مع حالات الطوارئ الإنسانية بسوريا، مشيرة إلى أن الكويت ساهمت ب 300 مليون دولار في الاستجابة الشاملة للأمم المتحدة في العام 2013، في حين قدمت هذا العام 500 مليون دولار. واعتبرت مسؤولة برنامج الأمم المتحدة الإنمائية أن دور دولة الكويت القيادي في الاستجابة الإقليمية والدولية للأزمة السورية مثالي، مضيفة أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يشكر الكويت على مساهماتها السخية لتحقيق هدفنا المشترك بمستقبل أفضل للشعب والأقليات السورية في الدول المجاورة. أصدرت سفارة دولة الكويت في المملكة المتحدة عددا من التوجيهات والإرشادات للمواطنين بمناسبة اقتراب موسم الصيف والسفر والراغبين في زيارة بريطانيا. سفارة دولة الكويت لدى المملكة المتحدة أصدرت عددا من التوجيهات والإرشادات للمواطنين الكويتيين الراغبين في زيارة بريطانيا، سواء بهدف السياحة أو العلاج أو الدراسة، والذين يبلغ عددهم سنويا ما يقرب من 350 ألفا، بينهم 1200 للعلاج. ولوحظ خلال الفترة الأخيرة قيام عدد من المواطنين الكويتيين بالدخول إلى بريطانيا بهدف العلاج والدراسة تأشيرات سياحية، وهو ما دعا موظف الهجرة لرفض دخول بعض الحالات وطلب مغادرة حالات أخرى. كثير من الكويتيين وصلوا إلى بريطانيا فيزا سياحية، عند سؤالهم أو عند توجههم إلى موظف الهجرة تأتي الإجابة بأن جاي بغرض العلاج، وطلع تقارير طبية تثبت هذا الشيء، بينما بالفيزا أو بالجواز تكون فيزا سياحة، فأسبت مشاكل كثيرة. تم ترحيل 2 من الكويتيين، وكان من ضمنهم سيدة كبيرة بالعمر، وصلت إلى الأراضي البريطانية بغرض العلاج، بينما مكتوب بالفيزا اللي استردتها من السفارة البريطانية سياحية. أكثر من هذا، عندما سألها يعني موظف الهجرة شنو تذكرتك، اللي هي تذكرة ذهاب وعودة، طلعت بس one way، جهة واحدة إلى بريطانيا دون وجود تذكرة عودة. فهذا أثبت يعني خلى السلطات البريطانية تشك في مدى جديتها فعلا في العودة إلى دولة الكويت. هذا حق سيادي لهم في إرجاع من لا يرغبون في دخوله إذا كان مخالف لقانون إصدار الفيزا من أساسها في السفارة البريطانية. السفارة كذلك حذرت المواطنين الكويتيين الموجودين بلندن بضرورة أخذ الحيطة والحذر من اللصوص الذين يتنكرون بملابس مشابهة لملابس الشرطة، ويقومون بطلب الأوراق الثبوتية وبطاقات السحب الآلي بعد أن تم تسجيل عشرات الحالات من القضايا في مختلف أقسام الشرطة البريطانية من قبل مواطنين كويتيين تعرضوا للاحتيال من قبل هؤلاء الأشخاص. كما حذرت من شراء أي أراضي في بريطانيا يتم الإعلان عنها سواء من قبل شركات في الكويت أو حتى في المدن البريطانية على أنها أراضي تجارية، ويتفاجؤون لاحقا أنها مخصصة للزراعة. يجب أن من يشتري أن يتأكد عن طريق قنوات قانونية، محامي في بريطانيا أو عن طريق السفارة مثلا يقدون، إحنا مستعدين على 24 ساعة نرد على أي اتصال في هذا الخصوص أو في أي خصوص في أي أمر آخر تعرض لأي مواطن كويتي. يعني أنا يمكن قاعد أدقق وايد على الأراضي الزراعية، لأن في الآونة الأخيرة أعتقد يتلنا أكثر، يعني ما أقدر أحدد، بس أكثر من 16 أو 17 اتصال خلال أسبوع واحد يسأل عن ما مدى تحويل هذه الأراضي. فغالبا هذه الأراضي غالبا لا تحول إلى أراضي استثمارية إلا إذا كانت فعلا في مخطط، وإذا في شيء من هالقبيل لا يجب على المواطن عدم أخذ وعود شفهية من هذه الشركات. أنوه على كل كويتي، في حال السؤال من أي شخص
يطلب بالبداية إثبات شخصية الشخص اللي قاعد يسأله، هل هو فعلا من رجال شرطة تأكد من هويته، أو يطلب سيارة مثلا الشرطة أو توجه إلى أي مخفر. وفي هذه الأثناء إذا في إمكان أن يتصل على السفارة اللي إحنا موجودين طبعا على مدى 24 ساعة نقدر نكلمه، 7 أيام بالأسبوع ما في عندنا إجازة بهالموضوع، وفي عندنا رقم طوارئ يقدر يكلمنا فيه على طول. تحذيرات سفارة دولة الكويت هنا بلندن لمواطني دولة الكويت بضرورة توخي الحذر واتباع التعليمات تأتي بعد تعرض بعض المواطنين لبعض المضايقات، وكذلك حرصا منها على توفير جميع الخدمات لمواطنيها خارج البلاد. جمال شاهين، تلفزيون دولة الكويت، لندن.